أقنية وتجهيزة جديدة تواكب العصر ما سيوفرها هذا المصنع المتخصص في مواد البناء، من بينها آلات تركيب السكنات الجاهزة. المصنع الذي وضع حجر أساسه اليوم سينفع من وتيرة الإنجازات السكنية. المبادرة الأولى كانت الأصدقاء الإيطاليين بهذا المصنع المزدوج الملكية بيننا وبينهم 51-49% طبعا حسب القانون نتاعنا الجاري. تمتاز كذلك بعشرانة السكن لما ننجز مثلا 400 متر مربع في 10 أيام، في 10 أيام، 10 أيام تعطيك تقريبا ما يقارب سكن في اليوم. تصوري يعني 2000 سكن في السنة، إلا تنحي منها العطل ونهاية الأسبوع إلى آخره، تقريبا هذيك عندك معدل تاع سكن في اليوم. وبهالكيفية ممكن نلتزم ونوفي الالتزامات نتاعنا. هي تجربتنا الأولى في الجزائر، فآفاق هذا المشروع يتميز بالعصرنة والإنجاز السريع وتكنولوجية محكمة في البناء. الشركة الجزائرية الإيطالية ستحتاج حتما إلى تكوين خاص للفنيين واليد العاملة. فيه تكوين بالنسبة للتقنيين والعمال في الخارج، وفيه تكوين في المصنع. المشروع يعد خطوة تسير العصرنة وتختصر الوقت وتضاعف من سرعة الإنتاج ومعدل الإنجاز.